السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء يتجدد معكم في هذا اليوم الممطر المشمس. شوف مطر وشمس، سبحان الله سبحان الله، تبارك الله وحسن خالقك الجميل. كيف أموركم؟ طيبين؟ حياكم الله، حياكم الله وبياكم. هذا هدية من سحر، الله يحفظها، جابت لي هو هدية، جابت لي هذا هدية وقالت لي إيش؟ عشان أقول لك إني أنا ما نسيتك. كيف أموركم؟ طيبين؟ كيف أحوالكم؟ لا يطلع في شيء ذحين الكوب. حياكم الله يا جماعة. خل في عدة مواضيع اليوم نتكلم فيها بمشيئة الله سبحانه وتعالى، لكن يعني نبدأ بالمهم فالأهم. أو شيء لازم يكون في عندنا يوم إجازة على الأقل، يعني مو كل يوم نطلع نبث عليكم، نعطيكم بث ونشغلكم ونزعجكم كذا، يعني على الأقل يكون في يوم في الإجازة في الأسبوع، أعتقد هذا أفضل للجميع، مناسب. حياك الله يا ابن نصرات، يا أهلا وسهلا. الصوت واضح؟ الصوت اللي يشوف الصوت واضح والصورة واضحة لا ما ينحذف البث إن شاء الله، يعطينا واحد. حياك الله يا اللي من المغرب، حياك الله يا اللي من الباحة. الكوب فيه علم، في عندي كوب ثاني فيه علم قطر والله تحت، هدية والله العظيم، بس ما جبته الآن، أجيبه البث الثاني. حياكم الله جميعا. كيف أموركم؟ طيبين؟ طيب حياك الله يا ديناميت يا كويتي. طيب واضح الصوت، جميل جدا. طيب يا جماعة الخير، في يوم 1/8/2018، ممتاز، الحكومة السعودية قامت باعتقال إخواني، اثنين من إخواني، واحد اسمه أحمد واحد اسمه عبد المجيد، ومجموعة من أصدقائي الدفعة الأولى اللي أنا متأكد منهم كانوا 7-8 أشخاص. طبعا اعتقلتهم الحكومة، وبعد ذلك عن طريق وسطاء في الحكومة، والمحادثات موجودة وكل شيء موجود وكل شيء محفوظ، كانوا يقولون لي اسمع، إن توقفت وسكت عن الظهور الإعلامي، عن المشاركة، عن الحديث في مواقع التواصل الاجتماعي، سنخرج إخوانك مقابل أنك أنت تسكت وكذا وكذا وكذا. طيب وأصدقائي قالوا لا ما ندري نخرج مين ولا نفك مين نطلع مين، يعني إخوانك بس نخرجهم، أما أصدقائك لا، لازم يأكلون شوية كمان شوط من التعذيب أو شوط من هذا. الشاهد الموضوع أنه أعتقد أنه وفي ذلك الوقت طبعا اللي كان يعرف أو ما كان يعرف أنه كان جوالي مخترق، فكانوا يستمعون إلى كل المحادثات، وكانوا يستمعون إلى كل الحوارات وكذا، يعني باختصار شديد عندهم أكسس على الجوال، فكانوا يشوفون حواري مع المفاوضين أعمال ما فيه، وكانوا أيضا يشوفون حواري مع أخواني لما أطلقوا سراحهم، مسكوا المجموعة هذول أحمد وعبد المجيد أخواني وعدد من أصدقائي وحطوهم في السجن، لكنهم صاروا يخرجون أخواني أحمد وعبد المجيد يوم ويطلعونهم، يوم ويطلعونهم عشان كنوع من المفاوضات. يبدو لي من الطريقة اللي تكلم فيها أخوي أحمد معايا تحديدا أنه تعرض لنوع من التخويف أو التعذيب في أول الأيام، من أجل أنه إيش يضغط علي، أنه أنا تعرض لمكروه وكذا 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 وكذا. طبعا وأنا كان خطابي واضح، قلت له الله يرحمك والله يفرج عنك، التوقف لن نتوقف نحن عن ذلك. طيب منذ ذلك الوقت طبعا أنا توقعت أنه ممكن يأخذونهم أسبوع، 5 أيام 6 أيام، حكومة تعقل تصلي على النبي، لأنها تعرف الحكومة أنه هؤلاء المساكين ليس لهم علاقة في أي شيء، ليس لهم علاقة في أي شيء، في أي عمل من أعمالي وأنشطتي السياسية. عدد المعتقلين الذين اعتقلوا بسببي زاد، أخواني 7-8 من أصحابي صاروا 12، صاروا 20-22-23، جاتني أرقام مهولة أنهم بالعشرات الأشخاص الذين تعتقلهم الحكومة بسببي. طيب وكل هؤلاء ليس لهم علاقة في أي شكل، يعني بأي شكل من الأشكال في أنشطتي السياسية. أنا أعطيتكم المقدمة هذه.
تم إعادة إخواني بعد يعني كانوا يفكونهم يوم يطلعوني يفكونهم يطلعوني يفكونهم يطلعوني بعد مرتين ثلاثة مرات خلاص سجنوهم منذ شهر أغسطس 2018 حتى هذا اليوم. يعني أنت تتكلم عن 12 شهر إحنا في شهر يعني 12 و10 تتكلم عن 22 شهر almost سنتين almost سنتين. طبعا في كثير من الاشخاص يتواصلون معي يعني عادي في كانوا في الواتساب وغيره وغيره بعضهم كان يتصل علي انه الامر يعني عادي مش محتاج كل هذا العناء. الشاهد في الموضوع حتى لا اطيل عليكم الفكره انا عندي تواصل برضو مع الاصدقاء في شمال سوريا وعندي علاقات طيبه مع الكثيرين واسمع القصص والاخبار التي يقولونها. اكتشفت انهم يتعاملون مع نظام بشار الاسد بطريقه عجيبه يتعاملون مع نظام بشار الأسد بطريقة عجيبة. إذا كان لهم أسرة أو أسيرات يدفعوا لهم فدية. يعرف أنت نظام تحول لأشبه بالنظام مرتزقة مش دولة ما في تتكلمنا. فيدفعون مبلغ مقابل أنهم يفكون عدد من الأسرة والأسيرات وهذا شيء محمود يعني وهذا شيء جيد جدا وهذا من أسباب يعني فكاك الأسرة من يعني من أعظم الأعمال من أعظم القربات لله سبحانه وتعالى أنك تحرر الإنسان من يد الظلم والبطش وإلى آخره. طيب فأنا فكرت يدفعون كيلو ذهب فأنا فكرت وقلت لماذا أنا لا أقدم عرض للحكومة السعودية بعد أن نظرنا الآن إلى 22 شهر الحكومة السعودية اعتقلت هؤلاء خلينا نقول لعدة اعتبارات. طيب الاعتبار الأول أنه هذا اللي اسمه عمر يتوقف. هل توقفت أنا بعد أن اعتقلت أخواني وأصحابي ومنعت أسرتي ومنعتني من أن أتصل على أسرتي وما في تواصل بيننا وبينهم منعتهم من السفر وسجنت من سجنت وهددت من هددت وعذبت من عذبت وصعقت من صعقت هل توقفت أنا؟ لا ما توقفت ولن أتوقف بإذن الله سبحانه وتعالى حتى تفيض الروح إلى بارها. اللحظة التي سأتوقف فيها بمشيئة الله سبحانه وتعالى إما أن تكون الأوضاع قد استقرت في بلادنا وأعتقد أن المطولين على الكلام ده وإما أن تكون الروح فاضت إلى بارية في تلك اللحظة هذا التوقف يأتي ولا نملك بعد ذلك قرار. هل توقفت؟ لا ما توقفت. طيب إن أنت مسكت أخوان عمر بن عبد العزيز وأصحابه كنوع من أنواع الضغط عشان يحزن ويكتئب ويضعف أداؤه وعطاؤه. إيش رأيك في الأداء والعطاء من 1/8/2018 حتى اليوم؟ ها؟ إيش رأيك في الأداء والعطاء؟ متصاعد بفضل الله سبحانه وتعالى. هل تفرملت؟ هل توقفت؟ أنا منذ أن خرجت وعارض النظام السعودي لم أكن في أفضل أيامي لياقة. يعني كريستيانو رونالدو خلينا نسمي نضرب مثال بكريستيانو. أنا أحب رونالدو أكثر من ميسي وكلاهما نجوم. كريستيانو رونالدو وصل إلى ذروة الأداء في مراحل معينة. هو بدأ نجم سبورتينج لشبونة بعدين بدأ يتصاعد الأداء. فأنا خليني أقول كريستيانو رونالدو مثلاً عشان يستوعبون الناس. فالأداء في تصاعد ولله الحمد. المشكلة إيش؟ المشكلة أن عمر السياسي أو من يشتغل بالسياسة أطول من عمر الرياضي بكثير جداً. يعني ولياقته لا تتناقص مع الزمن بل تزداد. هل رأيت الأداء يتراجع أو رأيت الأداء يتقدم؟ الأداء يتقدم بفضل الله. طيب إن كنت أنت على سبيل المثال اعتقلتهم حتى تخوف غيري من الشباب والشابات تقول لهم إن فعلت مثل ما فعل عمر بن عبد العزيز فسنعتقل أخوانكم وأهليكم. ألم ترى أن الأعداد في ازدياد أعداد المعارضين من الشباب والشابات منذ ذلك الوقت؟ صح. طيب لا أنا وقفت لا أنا فرملت لا أنا تراجعت لا الناس خافت منك بالعكس كل هذه الأمور أتت عكس. لذلك أنا فكرت بهذه النقطة قلت لماذا لا أدفع فدية كما يدفعها الأشخاص في سوريا للنظام بشار الأسد للنظام بشار الأسد. يعني قلت أنا بفضل الله سبحانه وتعالى نستطيع بمشيئة الله سبحانه وتعالى أن نقدم 2 مليون دولار لكل واحد من هؤلاء. أحمد 2 مليون، مجيد 2 مليون، 2 مليون دولار مش ريال،
مع الثمانية الأصدقاء الموجودين وصل العدد إلى 20 مليون دولار. ندفع فدية وتعاملهم الحكومة معاملة الأشخاص في الريتز كارتن. يعني معقولة معقولة الأشخاص اللي في الريتز كارتن الذين تتهمهم الدولة أنهم سرقوا أموال الشعب وأموال البلد تطلق سراحهم بعد أشهر وأخواني وأصدقائي ما زالوا معتقلين؟ هذا غير منصف، غير منصف صراحة، ويدل على أنه في مشكلة. فأنا أقول عاملهم معاملة هؤلاء اللي في الريتز كارتن. واحد، الدولة تستفيد ماليا، يعني يكون في مداخيل للدولة لأنه في وضع اقتصادي صعب لنا، فإحنا نقدر ندعم الدولة بشكل أو بآخر. اثنين، ترتاح الدولة من 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 دعوات أمهاتهم وآبائهم وتشفي صدورهم، أمهاتهم وآبائهم اللي حزن واللي زعل واللي تأثر واللي تضرر واللي سوى عمليات واللي الله سبحانه وتعالى أعلم بحاله. جميل. ثلاثة، أمام الإعلام الغربي وقناة الجزيرة والقطرين هذول الذين يتربصون بكم أنكم أنتم تطلقون سراح المعتقلين، أعتقد أنه هذا الحل سيكون حل سليم وذهبي. أنا فكرت قلت يعني أخواني مثلا من 2 مليون دولار، 2 مليون دولار يعني على حسب شهرتهم وتأثيرهم حول العالم وعلى حسب الميزانية اللي يعني إن شاء الله ستتوفر عندنا. إحنا في فاعلين خير، يعني الحمد لله في خير، هو بس في فاعلين خير أيضا قالوا لنا أنهم إن شاء الله سيساهمون في هذه الأمور. فتخيل مثلا أن محمد بن سلمان عنده 3000 معتقل الآن، اللي نفرض بعض الأرقام تقول أنهم 30,000 معتقل سياسي في السعودية. بزنس يدخل لك ذهب أكثر من نيوم. حلو، يدخل لك ذهب أكثر من نيوم. عندك 30,000 معتقل تحط الواحد بمبلغ، يعني أديك مثال، أنا متأكد أن الشيخ سلمان العودة حفظه الله وفرج الله عنه، الأمة الإسلامية تستطيع أن تدفع 100 مليون دولار وتطلع الشيخ سلمان العودة. أنا متأكد، متأكد القطريين أقل شيء يحطوا 50 مليون دولار عشان الشيخ سلمان يطلع، ما يقصرون، وما شاء الله الجمعيات الإسلامية والمسلمين حول العالم يدفعون 100 مليون. إحنا ندفع القتلة وندفع الصيع وعيال ما بتكلم، وندفع لهم فديات بعشرات ملايين، فندفع للشيوخ والعلماء والمفكرين والأحرار وأولادنا وأخواننا وأخواتنا. فندفع مبلغ مثلا الشيخ سلمان العودة والله 100 مليون دولار، يعني أنا متأكد أنه يندفع المبلغ، تستفيد الدولة ويطلع الشيخ. الشيخ الطريفي أنا متأكد أنه مبلغ أيضا مقارب لهذا. الشيخ العلوان هو ما شاء الله هناك القصمان ما شاء الله دراهمه مواجدة ومحبينه كثير. اللي جينا الهذلول المؤسسات العالمية والدولية أنا متأكد 10-20 مليون دولار تدفع له. فتستفيد الدولة أنه دخلت مبالغ مالية، هذه نقطة، وأطلقت سراح هؤلاء وتخففت من هذا الحمل والأذى الذي عليها. أنا أعتقد أنها فكرة جميلة. من يوافق على هذه الفكرة يضع الرقم 1. خلونا نشوف عشان نتأكد. أوه ما شاء الله تبارك الله، وتجار الكويت وتجار بلاد المغرب العربي والمسلمين في 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 بلاد الشام والتجار في في تركيا. أوه فكرة عظيمة جدا، ها ما شاء الله تبارك الله لكم انتفاع. والليبيين ما شاء الله تبارك الله، أنا متأكد مصراتة تقدر تطلع نص المعتقلين عندنا، يعني الخير واجد ما شاء الله. شوف فكرة عظيمة جدا. فأنا أوجه هذا الاقتراح، وأنا مستعد بمشيئة الله سبحانه وتعالى أن أتولى هذا الملف، يعني بإذن الله سبحانه وتعالى، وأكون وسيط، ما بأخذ نسبة ولا شيء، لا بس بنطلع نطلع المعتقلين بس هؤلاء. فكرة عظيمة جدا، وأنا أتمنى أن هذه الفكرة تتبناها يعني وسائل الإعلام ويتبناها الأجهزة الحكومية ويتبناها كذا. 2 في 1، ميزانية الدولة تستفيد، يعني إن شاء الله الفلوس تروح لأخواننا وأهلنا وأحبابنا في نهاية في الدولة، مشاريع للدولة، بس هتحطونها في نيوم ونيوم والبحر الأحمر والكلام الفاضي هذا، ها؟ يعني حطوها في يعني توفي خلق فرص وظيفية للشعب، تسوون طرق، تسوون صرف صحي، تسوون كباري، تسوون مستشفيات، تسوون مستشفيات تقدرون تغطون فيها،
وتقهرون اردوغان هذا اللي كل يومين طفشان يفتتح لي مستشفى جديد، كل يوم يفتتح مستشفى جديد. محمد بن زمان من يوم ما جاء ما فتح حتى مستوصف، فتعال وش سوي لك مستشفى بفلوس الفديات هذه. يعني تخيل والله مبالغ، انا متاكد ان الامه الاسلاميه تستطيع ان تجمع هذه المبالغ والمناظرين والاحرار ويطلعون المعتقلين، ويطلعون المعتقلين وعمليه تبادل اسرى، افكهم على حدود قطر. حلو، هذا اللي عجبني اللي قلت تبادل اسرى، ابد تسلم من هنا وتطلعوهم على حدود قطر. القطريين الله يجزاهم خير ان شاء الله ما يتعبهم معانا شويتين يتحملون هذه المسؤوليه. عاد الاتهامات كلها انهم عملاء قطر، فتحملوا شويتين. يعني ما شاء الله تبارك الله، من هنا الكاس العالم تكون الفنادق فل في الدوحه، ما يبقى مكان، كلهم معتقلين سعوديين، جناح سلمان العود جناح لجين الهذلول وهكذا. طلعوهم برا السعوديه، برا السعوديه بسم الله، طلعوهم برا السعوديه، برا السعوديه لا يقعدون في الديره ابدا، خلاص طلعوهم برا السعوديه تماما. يعني على الحدود، فكوهم على حدود الاردن، فكوهم على حدود، يا رجل على البحر الاحمر، انت بترسلهم الصومال ارسلهم الصومال، عندنا حبايب برضه في الصومال هناك ان شاء الله يتولون الموضوع، بس تطلعوهم من سجونهم. كيف والله انك كذاب، انا قاعد اقول اقتراح، ايش فيك يا استاذ كيس اي؟ انا قاعد اتكلم، انا قاعد اقدم اقتراح للحكومه الان، بما ان الحكومه يعني احنا قاعدين نتعامل في زمن المافيا، بس ها لا تذبحوني قبل ما اخلص عمليه التبادل. خلوني اقول اسوي انجاز، نسوي لهذا، هذا مصراته ترحب بيهم ما شاء الله تبارك الله، شوف عندنا غزه ترحب بيهم، مصراته ترحب بيهم، موجودين. انا اعتقد ان هذا اقتراح مناسب جدا والله العظيم، سيسعد به الجميع، الحكومه بتستفيد ماديا، الشعب يستفيد انه طلعوا احبابهم واهلهم، ومحمد بن سلمان يرتاح من ضغط وسائل الاعلام الامريكيه والغربيه والناس اللي خايفه تستثمر عنده في السعوديه، يعني تضرب عده عصافير بحجر واحد. هذا يقول زوارة ترحب بيكم، اسطنبول ترحب، وهذا يقول قطر ترحب. طلبات قطر يلومونهم، قطر بس غريبة عمك تميم دافع ايش دخل، ما احنا قاعد اقدم اقتراحات. ادلب ترحب فيهم، والكويت، لا الكويت والله شوي، الكويت صراحة يعني انعم واكرم بها الكويت، بس شوية الامور عندكم مشكلة، يعني خاف ندخل الشيخ سلمان العودة الكويت فجأة يجي خبر للسفير، السفير السعودي في الكويت يقدم شكو ويسجلون سلمان العودة بالكويت، لا ما نبغى صراحة الكويت، شوية وضعكم يعني ها في مناطق نضمنها ان شاء الله. طيب انا جدا، انا هذا العرض والله الذي اتكلم فيه انا عرض حقيقي، انا مستعد لتقديم هذا المبلغ، انا اتكلم عن نفسي، انا مستعد ان اقدم هذا المبلغ، وعندي عهود، وعندي من الشرفاء من حينما تحدثت معهم مازحا عن هذه الفكرة قالوا انطلق ونحن ان شاء الله ندفع. تلقى انت سند احسن من كذا، ما تلقى سند احسن من كذا. يا عمر اللي في السجون السعودية عقول كفاءات حياهم، قطر تستفيد منهم. من انت تقيم الدول؟ ليش كيف اقيم الدول؟ انا قاعد اقيم هذا يعني على قد حالي انا. وكندا طبعا ما شاء الله تبارك الله، كندا هنا يعني أكلم لكم عم جاستن ترودو إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى إنه يساهم معكم بشكل أو بآخر. طيب وصلت الفكرة، عمر بنطلع قنوشة، أول واحد قنوشة قبل أخواني نطلع، والله والله العظيم إني كل ما أذكر قنوشة إنه يضيق صدري أقسم بالله، كتكوت كذا ولد نحيف وكذا قصير وكلبوز، وتبغى تحطه في السجن ليش؟ والله مسكين ما له علاقة يعني في أي شيء، غلبان ماشي في حال سبيله. طيب انا ابي بيت وحرمه ما ابي شيء، لا انت فاهم غلط يا حبيبي، هذا مش مش جمعيه تعاونيه، لا انا اقتراح، مستعد اني اتبرع بمكافاتي، كثر الله خيرك، كثر الله خيركم والله يجزاكم خير. يلا هذا العرض قدمناه، ننتظر اشاره من الحكومه السعوديه، فكر فيها محمد بن سلمان، مليارات الدولارات تطلع لك من هذه العمليات، عمليات تبادل الاسرى. انا ارى انه هذا اقتراح، سيكون اقتراح جدا مناسب بمشيئة الله سبحانه وتعالى. طيب هذا موضوع مبس بيدخل حائرة في مشاريع رؤية الفندق، أنا متأكد إنه هذا المشروع والله يدخل له ذهب أكثر من كل مشاريع الرؤية
والله العظيم ماشي من كل مشاريع الرؤية. طيب الآن الآن في عندنا مشكلة الجماعة اللي سكان نيوم أو أبناء قبيلة الحويطات. جاءت الحكومة السعودية طبعا أنت تتكلم عن مئات البيوت, جاءت الحكومة السعودية أخذت عدد منهم ممتاز وأعطتهم تعويضات. البعض يقول إنه هذه التعويضات تصل إلى 200,000 ريال. آسف مئتين ألف ريال يعني الحكومة السعودية ما تستحي تأخذ الناس تطلعهم من بيوتهم وبيوت آبائهم وأجدادهم من أجل إقامة مشروع تزعم فيه أنك تدعم الشعب والمواطن والإنسان وتبني فيه الدولة, ثم تقتل وتسجن وتهجر وتنكل, وبعد ذلك بعد كل هذا العناء تدفع تعويضات تراب الفلوس لهؤلاء المساكين. ألم يكن بإمكان الحكومة, وأنا أكرر هذا السؤال, ألم يكن بإمكان عشان بس التصوير والشو الإعلامي شوفوا إحنا حلينا مشكلة الحويطات. هل تعرفون محمد بن سلمان كم دفع؟ ها؟ هل تعرفون محمد بن سلمان كم دفع؟ دفع آخر أسبوع أباكم تشوفون الخبر هذا. محمد بن سلمان دفع في آخر أسبوع فقط ما يقارب 1.5 إلى 2 مليون دولار لمؤسسات تلميع في أمريكا. وين الخبر؟ وين الخبر؟ لمؤسسات تلميع. كل هذا ليش؟ يقول لك الخبر نيوم نيوم وهي لسه ما صارت ها؟ توقع عقد مع شركة علاقات عامة في أمريكا لأجل تبييض وجه مشروع نيوم. يا عمي مين المسطول اللي بيجي يستثمر عندك؟ قل لي. على فكرة أنا كنت أقرأ قبل فترة واحد الوطنجية أخذ مقطع من كلامي يقول عمر بن عبد العزيز كان يقول لن يستثمر مستثمر أجنبي عندك, بعد ذلك جاء جيف بيزوس واستثمر. حبيبي اسمعني, الوطنجي دائما جاهل ومش مذاكر والآي كيو ناقص وما يعرف يركز. سوق دوت كوم يا حبيبي يا قلبي, سوق دوت كوم اشترتها شركة أمازون أو اشتراها جيف بيزوس في عام 2017 قبل كل المشاكل. حلو, قبل كل المشاكل اللي سواه جيف بيزوس اليوم. حلو, أو بمعنى أصح عند أصحاب الخبرة كما شرح لنا أهل الخبرة, هم ما اشتروا سوق دوت كوم, اشتروا الداتا الموجودة فيها, الزبائن, الكستمرز, الموردين, الشركات, الناقل, كل شيء اشتروا هذه كلها سوق دوت كوم, صارت تبعهم. هذا في 2017 قبل كل المشاكل. طيب حلو جميل جدا. طيب اليوم جيف بيزوس غير اللوحة, كان اسمها سوق دوت كوم صار اسمها أمازون السعودية. يعني أنا عندي بقالة كان اسمها بقالة الزهراني وشركائه. تعرفوا النكتة هذه؟ حلو, كان اسمها بقالة الزهراني وشركائه, فجأة طلعت وغيرت اللوحة حقت البقالة سميتها بقالة الزهراني وحدها ولا شريك له. إيش يزعلك في الموضوع؟ هل هذا استثمار جديد يا أيها الأحمق؟ ممتاز. ورغم ذلك ورغم ذلك اليوم لما ينزل جيف بيزوس في السوق, حلو, لما ينزل جيف بيزوس في السوق سيقوم بقتل, مش بس إنه سيسيطر ولا سيكتسح, سيكتسح كل المنشآت المتوسطة والصغيرة في المملكة العربية السعودية, مو كذا بس, حتى الكبيرة ستتضرر من دخول جيف بيزوس بقوته إلى السوق. يعني الآن لا تحسب أنه بيخلق فرص وظيفية, بيخلق كذا, بيخلق, لكن مقابل كل فرصة وظيفية يأخذها بيقفل 10 محلات وهكذا. جميل, فلا تقول أنه شوف انظر جيف بيزوس يستثمر. بعدين جيف بيزوس ترى مش يستثمر ما يستثمر, جيف بيزوس دخل عندك وهو جالس يتهمك أنك أنت مهكر جواله أمام العالم, فهمت؟ وأنت قاعد تسوي عليه عمليات. يعني اليوم ينزل ويسوي عمليات operations غصبا عنك في السعودية. جميل؟ طيب هذا بس موضوع جيف بيزوس. يعني شفت أكثر من وطنجي قاعد يتكلم أنه يتناقض,
افهم افهم. الاستثمار الأجنبي زاد 500 و400 مليون دولار فقط من السنة الماضية لهذه السنة تقريبا. 400-500 مليون دولار، مش مليار، مليون دولار. هذه ما تجيب يخت لمحمد بن سلمان عشان تكون في الصورة وتستوعب العملية بشكل أكبر من هذا. طيب أنا بجاوبك على هذا السؤال اللي تقول كيف أنت مرتاح في كندا وأخوانك وربعك في السجن بسببك على أساس أنك مصلح الكون. جميل جدا، بجيك أنا في الكلام. طيب الآن محمد بن سلمان يدفع لنيوم عقد مليون، نيوم تدفع عقد 1,700,000، بموجب هذا العقد ستنتج الشركات هذه، شركات التلميع، شركات العلاقات العامة، فيديوهات قصيرة وأشياء أخرى لتبييض وجه المشروع عشان المستثمر الأجنبي يجي ويستثمر في السعودية. مين المستثمر المسطول اللي بيجي في السعودية؟ أنا ليش أترك دول مستقرة حتى في أفريقيا، حتى في أفريقيا ليش أترك دول مستقرة وأروح عند واحد يشبك ويفصل، يشبك ويفصل؟ اليوم أنت حبيبي بكرة أقلب عليك، اليوم أرقص عندك بالسيف وبكرة أقول أنا بغزوك وأحاصرك، اليوم الصبح أنا معاك كويس 3 الفجر داخل حرب ضدك، 4 اليوم أنا علاقتي معاك كويسة وأجيب السيرك من عندكم بعدين أنا أروح أقاطعك يا كندا. أنا اليوم أنت مستثمر حبيبي وصاحبي وصديقي، ها بكرة أحطك في الريتس كارتون وأسحب فلوسك. أنت يا شيخ يا سلمان عودة أنا عزي فيك زوجتك وأولاد وإصابة أبنائك والحادث الذي تعرضت له، بعدين أخذك اليوم اللي بعده أرميك في السجن وأعذبك. أنت يا عصام يا زامل أجيبك، الأستاذ عصام الزامل، الأستاذ عصام الزامل أحد أبناء منطقة القصيم، أحد أبناء عنيزة، وأسرته من أسرة شيوخ ورؤوس مدينة عنيزة. الأستاذ عصام الزامل قبل ما يمسك كان شغال مع الدولة للترويج ل2030. رجع الرجال من أمريكا، من أمريكا على دبي، من دبي على السعودية، طبق حطه في السجن. أنا كيف أتعامل معك؟ أنا كيف أتعامل معك؟ أنا أخاف بكرة أجي أحط فلوسي عندك ممتاز تفصل علي، تفصل علي. تفصل علي كيف اسوي؟ يعني مثلا تركي بن عبد الله، انت الاخ اللي تقول ابو راكان، اسمك ابو راكان، هل تركي بن عبد الله بن عبد العزيز ولد الملك عبد الله اخوانجي؟ هل الوليد بن طلال اللي تصادرت فلوسه ودخل وتعلق من رجوله اخوانجي؟ هل رجال الاعمال الذين هل لجين الهذلول اخوانجي؟ ها قل لي، هل هؤلاء إخوانجية؟ مش إخوانجية، لكن هذه حجة تستخدمها الدولة دائما وأبدا للترويج لكل هذا. طيب الآن طبعا ما يستطيع أنه يجاوب وما عنده حجة أنه يتكلم، فإحنا قاعدين نتكلم أنه يا محمد بن سلمان عندك العملية سهلة جدا، كنت بتروج لنيوم الآن دخلت الدم في نيوم، ليش؟ أنت كان عندك مشروع، ألم يكن بالإمكان أن يتم، والله معلش، أن يتم اختطاف الحويطي؟ هو بلطجة، بلطجة، مش أنتوا دولة بلطجية؟ جميل؟ طيب لا تقتلوا، اخطفوا وحطوا في السجن. يعني حتى في حلول البلطجة ما أنت عارف يا عمي، أنتوا قتلتوا ناس وعذبتوا ناس يا عمي زور توقيعه، قول الحويطي وقع. انت بتسوي بلطجه، سوي بلطجه بشغل نظيف. ليش الدم؟ ليش الدم؟ ليش القتل؟ وبعدين تروح تدفع 1.7 مليون دولار عشان يسوي لك تلميع وما يسوي لك تلميع؟ وابشرك، ابشرك بفضل الله سبحانه وتعالى، علاقاتنا منذ 2018 حتى هذه اللحظه مع الصحف الاجنبيه الكبرى ووسائل الاعلام الكبرى قوية جدا جدا. تبغى CNN، تبغى نيويورك تايمز، تبغى واشنطن بوست، تبغى الغارديان، تبغى كل الصحف هذه، كلها عندنا فيها أصدقاء، كل الصحف هذه عندنا فيها أصدقاء وعلاقات. يعني لما أبغى أنشر خبر في السعودية، زمان 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 كنت أنشر خبر مثلا أقول يا
وليد أبو الخير الله يفرج عنه الله يفرج عنه مثلا كنا نقول له مثلا يطلع ذيك الأيام ويتكلم يطلع في الصحف ويتكلم نقول يا الله في مواطن سعودي يوصل صوتنا من الهاشتاقات ومن تويتر يوصل صوت الشعب يوصلوا للإعلام الغربي لا اليوم ما في اليوم تدفع 1.7 مليون عشان يلمعون صورك حلو يجي عبد الله العودة يلزخك بمقال في واشنطن بوست أخوان لوجين الهذلول يلزخونك بمقابلة في السي ان ان أنا تطلع لي خبر في نيويورك تايمز وهكذا بلاش بلاش يعني كل ما نقوم به بكل بساطة أن هذه الملايين والمليارات التي تدفعها للتلميع نشوف كيف يولعونهم وكيف يولعون بالولاعة كذا ولاعة تحرق تحرق وما زال الناس تقول لك يا أبو منشار يا مجرم يا اللي تعذب يا اللي كذا يا اللي كذا فعندك حلول أنت عندك حلول فكك العناد حقك كذا مش من صالحك لا تظن أنه أنت تعاند أفراد وأنه أوكي الأصل أن الدولة الأصل أن الدولة لما تعاند الأفراد تنتصر على الأفراد ركزوا معايا الأصل أن الدولة لما تعاند الأفراد تنتصر على الأفراد لكنك أنت عاجز حتى عن هذا ألا ترى أن خصومك يزدادون قوة يوم بعد يوم بفضل الله سبحانه وتعالى إذا أنت عاجز عن إلجام هذول الانديفيدوالز أو الأفراد أو سمهم ما شئت كيف تستطيع مواجهة الدول يعني بدري عليك أنك تخش في صدام مع إيران ولا تركيا ولا مع قطر ولا مع صعب ما تمتلك الحكمة المستشارين ممكن في مستشارين أنا معك ممكن في مستشارين صادقين جم محمد من زمان ممكن أنا أفكر دائما يعني أحاول أقول إيش أحط نفسي في مكانه ممكن في مستشارين صادقين بس أعتقد أنه ما يسمع أو ممكن يكونوا مستشارين فاسدين يلمعوا له ويروجوا له فما الفائدة يعني الآن تدفع 1.7 مليون دولار حلو ألو السلام عليكم يا كارن عطية كيف حالك يا أم عطية إيش أخبارك كيف حالك يا أم سميرة تعرفون كارن ولا ما تعرفونها صديقتنا كارن عطية ألو يا كارن عطية والله فيه الحويطات عندهم كذا وكذا وكذا وفي واحد انقتل اسمه كذا 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 تجي كارن عطية تقول طيب أنا الخبر يروح لإدارة التحرير إدارة التحرير تبدأ تتحقق واشنطن بوست حلو يتصلون يسوون مقابلات مع الناس يتحققون من هوياتهم يرسلون فلان يتكلمون مع نشطاء من هناك وبكرة النهار ينزل عليك خبر في الواشنطن بوست والفيديو اللي دفعت عليه 1.7 مليون دولار احترق راح اليوم مش من صالح الدولة لأنه قبل 20-25 سنة يا عمي ما كان في أحد مثلا من المعارضة ممكن يتوفر له فرص أنه يخرج على هذه المساحات اليوم لا المعارضة متنوعة المعارضة فيها إسلاميين فيها ليبراليين فيها نسويات فيها دكاترة جامعات فيها شباب متحمسين فيها متعددة الأطياف ناس لها علاقات في الجامعات الأمريكية ناس تروح عبد الله العودة من قلب بريدة من قلب بريدة عبد الله العودة يحضر لك في الكونغرس الأمريكي تخيل يعني عبد الله العودة لو تسأله قبل 15 سنة تقول له عبد الله العودة أنت بتروح تقابل نانسي بيلوسي وتقابل الشباب الطيبين هذولاك اللي هناك في الكونغرس الأمريكي وتجلس تسولف معاهم ما يصدق قبل 15 سنة قاعد إيش يسمونه متعلق في نخلة في بريدة هناك وما شاء الله تبارك الله يدق من النعمة تقول له قبل 15 سنة عبد الله يعود أنت كنت بتروح الكونغرس الأمريكي ما بيصدق مش لأنه شيء واو لكن تغيرت الأحداث اليوم عبد الله العودة محضر لك في الكونغرس كل ما صار طفشان الظاهر كل ما طفش في البيت عنده راح الكونغرس الأمريكي وادفع أنت 1.7 مليون وادفع 1.3 مليون و1.5 مليون بعدين إيش عبد الله العودة ترى مزدوج خطير الميزة دقيقة معليش الميزة في عبد الله العودة إنه ما شاء الله تبارك الله مغطي لك الجانب حق الإسلاميين من ناحية والده والباك جراوند اللي هو جاي منه ومغطي لك الجانب حق السياسيين والليبراليين والمؤسسات الحقوقية الأمريكية لأنه ما شاء الله محاضر في أكبر جامعات أمريكا يعني مزدوج
شغالين. ووليد الهذلول عندك هذا أخو لجين والله الظاهر أنه يفطر بعدين يروح يتصل على سي إن إن يقول لهم ما تبغون أن اليوم سنقابله. شغالين شغالين عليك من كل حدا من صوب. فما معليش معليش أنت يا ذبابة يا وطنجي الآن حلو أنت يا ذبابة يا وطنجي اسمع إيش تستفيد الدولة وأنتوا حاطين عيالهم وبناتهم في السجن؟ قل مصلحة من؟ مش من مصلحة أحد والله مش من مصلحة أحد. يعني لا تستفيد البلاد أي شيء من هذا. جميل خلصنا من موضوع اليوم خلصنا من موضوع اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم إن شاء الله. نخش على الموضوع الثالث وهو موضوع مهم جدا. أنا كان في تصريحات سمعتوها عن من الرئيس التونسي طبعا موعود هو بأنه فرنسا والإمارات وهذه الدول أنها ستقوم بمساعدته ومساندته وكذا لو قاموا أطلق تصريحات ضبابية كنوع من نوع السياسة. أنا أتفهم هذا أنا أتفهم أنه هو يلعب دور دبلوماسي. استقرار المملكة مهم. لا ها معلش قبل ما نروح ننتقل لموضوع ليبيا قبل ما نروح موضوع ليبيا الأخ يقول استقرار المملكة مهم. يعني سلمان العودة كان يهز استقرار المملكة؟ لا والله مو صحيح. هل الشيخ الطريفي كان يهز استقرار المملكة؟ بالعكس والله ما كان يهز استقرار المملكة. هل علي حمزة العمري أو السنيدي أو فوزان الحربي أو عبد العزيز الشبيلي أو نور الحربي أو عبير نمن كان الله يفرج عليه أو عجل اليوسف اللي الحمد لله الله سبحانه وتعالى يسر له أو إيمان النفجان أو نوف الجريوي أو الشيخ الصحفي هذاك اللي كان يطلع في مقاطع مع الشيخ اللي صوته جميل الشيخ الصحفي تعرفونه؟ الشيخ الصحفي اللي يطلع في يا أخوان الجنة نسيت اسمه إيش معاذ الصحفي وال حط نايف الصحفي إيه واللي معاه شيخ جميل هذا إيش تحطه في السجن إيش كنت تبغى منه؟ محمد المجدوعي هذا الولد اللي اسمه جدوع واحد من الشباب كذا كان يطلع ويقول كلمات ومقاطع والله العظيم والله العظيم. شوف الكلام هذا أنا أقوله يعني عشان لا أحد يقول إني أبالغ. الشاب هذا اللي اسمه جدوع كنت أنا أكلم بعض الشباب أقول لهم يا أخي أنا زعلان منه هذا. يعني أنا أعرفه من السوشيال ميديا ما بينه وبينه تواصل عشان لا يحطون عليه تهمة والله ما بينه وبينه تواصل يبلشون الرجال فيها. فكنت أشوف تغريداته أقول يا شباب يعني ليش يطبل؟ يعني مش محتاج إنه يطبل الحكومة أوقات. يعني هذا الرجل كان يلعب دور المواطن بكل إبداع ويتكلم في الخير وفي الأعمال الخير وأعمال الصالحات والصدقة وقصص جميلة على موت يباع فأشتريه وعن الأدب العربي والتاريخ العربي تحطه في السجن ليش؟ ليش؟ يا عمر بنقتل القريب يا خائن الوطن كنت عبد العزيز الحضيف اقتل الحضيف أول بعدين تعال عندي اقتل الحضيف أول بعدين تعال إذا قدرت الحضيف. فما هي الفائدة التي تستفيدها الدولة؟ والله نكرر دائما أبدا ما تستفيد الدولة من شيء ما تستفيد. ولا سمر بدوي الله يفرج عنها والله أني أستحي أقول أسماء وأنسى. تركي الجاسر الله يفرج عنه اللي كان عنده حساب اسمه كشكول الرجال طالع من سجن تروح تأخذه وترجعه في سجن. عبد الرحمن السدحان الله يفرج عنه يعني تمسك وتعذب وتحرم إنسان من أسرته ومن أهله سنوات أو من شهور تخرج أخبار أنه مات أخبار أنه كذا أخبار أنه كذا وفن عشان حساب في تويتر. يا أخي دولة أنت دولة يا جماعة. عبد العزيز العودة غرم البيشي الشيخ إبراهيم السكران خرج الحمد لله عصام الزامل عمر إيش رأيك السيسي عاوز يدفع 5000 معتقل تحت الحزاب؟ والله أنا خاف الفكرة هذه السيسي ياخذها. عندي اقتراح ليش ما تدخل مناظرة مع أشخاص ضد فكرك؟ الله يحييك ويحييهم أي وقت يبغون يطلعون لكن لا يجيني بكرة النهار أحد يقول لي حسبي الله عليك سجنت ولد الناس. أنا مستعد يطلع أي وقت يرتب قناة محايدة ومكان محايد ويتناظر معي حول الفكرة التي يريدها. من وين لك 20 مليون دولار يا مرتزق الخسيس؟ هذا فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. وبعت حصتي في نصيب مصنع الزبادي في مصراته والحمد لله صار عندي خير وعندي يعني حتى الآن غنمت يعني الشباب الله يجزاهم خير أعطوني ممكن ما يقارب 15 تايجر
ف15 تايك ربعناها هذه في السوق السوداء والان دخلت لنا مبالغ كبيره جدا. فالخير موجود، ها الخير موجود. طيب حتى لا نتشتت، حتى لا نتشتت، ما بيني وبينك هذا يا ديتكتور، خليه بيني وبينك. طيب ايش سؤالك؟ ايش سؤالك؟ ايش سؤالك؟ انا من عائله ثريه يا ابو يلا، غير احنا نحصرون على فلوس الوالد، فكنا مشرك. اسمع، ايش تشتغل بكندا حتى تملك شقه بابراج كوبك؟ قل ما شاء الله تبارك الله يا اخي، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، لا حول ولا قوه. تحسدني حتى على الموت لم اخلو من الحسدي، الحكومه ما درت عنك لو بغتك ذكوك زي خاشقجي. انا تعترف ان الحكومه ذكت خاشقجي، انتبه هذه تهم عليك. طيب هل صحيح انك تستقطب السياسيين عندك؟ اي نعم، اللي يبغى يشتغل عمل سياسي حياه الله، نساعده وندعمه، ندعمه لوجستيا وماديا. اي شاب يرغب في ان يقدم عمل سياسي من خارج المملكة العربية السعودية، تحديدا من كندا، والحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى اليوم يوجد بلا مبالغة العشرات من الشباب ومن الأسر بفضل الله سبحانه وتعالى، نعمل مع بعضنا البعض، وبإذن الله سبحانه وتعالى أن الأمور تسير على ما يرام. طيب الكاسة الحين ما خلصت، والله ما خلصت، صارت باردة، بس لازم نخلصها باب إكرام النعمة، اللهم أمين. طيب نخش في اللي بعده، نخش في موضوع ليبيا، عشان نخش في موضوع ليبيا عشان ما نطول عليكم، لأنه في نعمان بن عثمان بعد 18 دقيقة. أنا عارف موضوع ليبيا باختصار شديد. فقيس بن سعيد، قيس سعيد رئيس تونس، مهم جدا، هذا الرجل يريد أن يقدم تصريحات دبلوماسية، تصريحات ضبابية، من أجل أن هو يحصل على قروض، يحصل على هبات، يحصل على مساعدات من فرنسا أو الإمارات أو غيره. مفهوم هذا، أنا أتفهم هذا، رغم أني أختلف معه في وجهة النظر. ليش؟ والله يا قيس سعيد، أنت والإخوة في تونس، أنه لو قدمت لك فرنسا مليار قرض أو مليارين، فأنا أقول لك الخير الموجود في ليبيا لو تقفون مع ليبيا اليوم وتسعون بكل قوة، ليبيا اليوم أهم معركة، وتسعون بكل قوة إلى المساهمة في نهضة إخوانكم في ليبيا، الخير سيأتيكم. وأنتم تعرفون الليبيين يتعالجون حتى في مستشفياتكم يوميا، سيارات تطلع من ليبيا تتعالج في تونس، هذا من بركات القائد معمر، القائد الملهم معمر 40 سنة في الحكم يخرب بيته، والليبيين إلى يومك هذا، إلى يومك هذا يتعالجون في تونس. يا قائد ثورتنا على دربك طوالي، ايش يقولون؟ ايه نسيت ايش كانت، يا قائد ثورتنا، والله مش عارف ايش الاغنيه. الى اليوم يقول لك القائد بني الدوله، القائد معمر ربي يرحمه ابو منيار، تشوف الدوله ما شاء الله ليبيا والنهر الصناعي العظيم، تو تشبع بعينك وتشوف يا وتجي طالع يا عمي شوارع مكسره، بنية تحتية مضروبة، ويجي يقول لك القائد بني الدولة، الله يخرب بيته إن شاء الله ولا يرحمه، لا دنيا ولا آخرة، ترك بلد من أغنى دول العالم، تنظر إليها مو تقول دول عالم ثالث، تقول دول عالم رابع، فلوس ليبيا موجود فيها فلوس خير، لكن تجي طالع تشوف الليبيين يمشون يتعالجون في تونس، والناس تروح الأردن، والناس تروح تركيا. يذكروني بدولة، ذكروني بدولة سكان الشمال منها يتعالجون في الأردن. تعرفون إيش هي الدولة هذه اللي سكان مناطقها الشمالية يتعالجون في الأردن؟ دولة عظمى. وإلى يومك هذا، طبعا في كورونا وقف شوية، إلى يومك هذا ها سكان مناطق الشمالية منها يتعالجون في الأردن. موزمبيق دولة عظمى. طيب فيا قيس سعيد، والله العظيم أن ليبيا مستقرة آمنة مطمئنة ستدر عليك من المال والخيرات والأرباح والاستقرار والاطمئنان أضعاف 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 ما تعدك به فرنسا، وأضعاف أضعاف أضعاف ما تعدك به الإمارات. ويا أخي يا أخي، الجار أولى، الجار أولى، والشعب الليبي ما شفت منه إلا كل خير. صح أنهم يعني شوية أوقات الليبيين إيش؟ رؤوسهم مسكرة، بس بشكل عام الناس فيهم خير،
فلا تتوقع أنه أنت إذا سعيت بأي شكل من الأشكال للإضرار بليبيا أو بالوقوف مع خصوم ليبيا بمواقف ضبابية ستكسب تونس. هذا خطأ وخطأ استراتيجي كبير، ويجب يجب أن تستغل الفرصة اليوم وتمد يد العون. وأنا أقول لك بكل صراحة، وأنا أقول لإخواني في تونس وأقول لإخواني في 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 كل دول شمال أفريقيا، والله ليبيا مش محتاج أحد منكم، والله العظيم من يتحالف مع ليبيا هو الذي سيستفيد. صرت بتحدث رسمي أنا بس يستاهلون الليبيين. من يتحالف مع ليبيا هو الذي سيستفيد. ليش؟ أنت بتفيدني بإيش؟ قل لي، قل لي يا تونس أنت بتعطيني إيش؟ أنت يا جزائر، أنت يا مصر بتعطي الليبيين إيش؟ فلوس أغنى منك وعدد سكان قليل ومساحة كبيرة على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، نفط، غاز، ثروة سمكية، ذهب، معادن، فوسفات، إيش تبغى؟ مقاتلين في الميدان مش محتاجين منك وجندي واحد، التريس موجودين ويسدون بفضل الله سبحانه وتعالى، ومش قادرين على تحرير ليبيا فقط، أن جاء وقت الجدة الليبيين مستعدين يساعدون غيرهم، ما هم محتاجين أبدا منك جندي واحد. سلاح، السلاح النوعي بفضل الله سبحانه وتعالى جاء بسبب وقوف حليف استراتيجي معهم. وتركيا تستفيد من ليبيا بقدر ما تستفيد ليبيا من تركيا. تركيا، ركز في الكلام، أنا دائما أقول هذه الكلمة، وبقى الناس اللي يقول له التدخل التركي واحتلال تركي، لا لا، تركيا تستفيد من ليبيا بقدر ما ليبيا تستفيد من تركيا. فالعلاقة اليوم علاقة ند لند. نعم نعرف أن تركيا أقوى عسكريا وأقوى اقتصاديا وعندها قدرة وعندها مؤسسات دولة وعندها كذا، فيستفيدون من بعضهم البعض، وعلاقة ند بند، يستفيد الجميع من بعض. فليس من صالح أحد أن يقوم بالاعتداء على مصالح الشعب الليبي. يا أخي ناس تبي تعيش، أنت مالك ومالك ومال إيذائهم. والكلام أيضا ينطبق على مصر، لكن في من ناحية نقطة مصر أنا متفائل، متفائل بخير كبير جدا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. لا أتمنى أن يدخل السيسي، لا أتمنى أن يدخل السيسي ولا تدخل مصر وتزيد الدماء ويزيد الخراب والدمار، رغم أني أعلم وأوقن بفضل الله سبحانه وتعالى أنه سيهزم كما هزم من قبله. حلو، الفاغنر وما الفاغنر وما داخل وتشاد وجنجويد وجن أحمر وبلا أحرف كله دخل في ليبيا، ما حد قدر بفضل الله سبحانه وتعالى، لأن من يقاتل أصحاب القضية. لكن لو دخل السيسي فسيكون هذا الخير مش بس على أهل ليبيا بل حتى على أهل مصر. لذلك المواقف الضبابية والوعود التي تتلقاها يا قيس، يا قيس سعيد، صدقني لن تستفيد منها تونس ولن تقدم للشعب الليبي أي خدمة أو أي دعم. البعض يقول أنه هذا نوع من نوع المناورة، ولعل الكلام فيه أخذ وعطى، ولعله يكسب من هنا ويكسب من هنا، لكن لا لا، أنت اليوم أتيت بإرادة شعبية. اسأل نفسك السؤال هذا يا قيس بن سعيد، هل الشعب التونسي الذي اختارك اليوم، ونعلم نحن حتى تصريحاته ليس لها ذات قيمة، ليس ذات قيمة كبرى، لأنه تونس دولة البرلمان هو الذي يملك القدرة الأكبر على حسم كثير من الملفات والأمور، هل الشعب التونسي الذي أتى بك إلى هذا المكان اليوم يرضى عما قلته؟ انتبه، أنت فزت بنسبة انتخابات كبيرة جدا. هل الشعب التونسي يرضى بالكلام؟ اسأل نفسك ولا تخسر من رصيدك، والشعب الليبي بمشيئة الله سبحانه وتعالى سينتصر. تبقى لنا الآن 10 دقائق بسرعة الأسئلة. أحدهم سأل سؤال قال أنت ما تحزن وتتأثر أن أخوانك في السجن وكذا؟ بلى والله أحزن وتأثر، وادعي لهم في الليل وادعي لهم في النهار وادعي لهم في السجود وادعي لهم في الركوع، وادعي أسأل الله سبحانه وتعالى يفرج عنهم. مش هم بس أنا، في أشخاص كثير، شيوخي، علمائي، أساتذتي، أصدقائي، أحبابي في السجون، في السجون السعودية اليوم. يعني الموضوع مش بس أخواني، مش بس أخوان، هذا أمر، الأمر الأول. الأمر الثاني، الله سبحانه وتعالى اسم من أسمائه اللطيف، اسم من أسمائه اللطيف، وإني على ثقة ويقين بلطف الله سبحانه وتعالى بإخواني وأصدقائي، وأن تحول هذه المحنة إلى منحة، وأنا موقن بهذا والله العظيم. كما أقرأ الكلام الذي يكتب الآن، وكما أشاهد السماء وأشاهد السحاب وأشاهد الشمس،
أني موقن بلطف الله سبحانه وتعالى وأقداره التي تسري. ما تدري لو أحد منهم كان برا كان انحرف في قضية ما، أو سقط في قضية أخلاقية، أو قتل في ساحة ما، أو تضرر من شيء، أو مات بكورونا سبحان الله، أو تعرض إلى أزمة، أو سقط في قضية، أو فضح في موضوع، فاليوم سجنهم واعتقالهم كما هو يحزننا، إلا أننا نتفائل بفضل الله سبحانه وتعالى ونقول أن الخير قادم. فكم من سجين عندك، يوسف عليه السلام خرج من بطن، خرج من قلب السجن، ثم بعد ذلك حصل ما حصل عليه، وخرج أمامنا قصص اليوم، محمد مرسي رحمة الله عليه، ولا نيلسون مانديلا، ولا غيره كثير. اليوم من كان اليوم من يحكمون تونس، اليوم البرلمان التونسي الذي يحكم قادة حزب النهضة والمعارضة حتى، وجلهم كانوا في السجون، كانوا ملاحقين وكانوا مطاردين. الأمر الآخر، إخواني وأصدقائي شباب صغار في سنهم، شباب صغار طريين، لما تأخذ الشباب هذولي وتحطهم سنوات مع كبار مفكري الأمة وعقولها، وكأنك تدخلهم في كورسات مكثفة وملازمة، فأي خير سيأتي من هذا؟ فرصة ومنحة من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الشباب. الأمر الأهم، أنا متفائل بمشيئة الله سبحانه وتعالى، رغم أننا نحزن ونتأثر ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنهم، أوكي، لكنني متفائل بأن نقطة التغيير الكبرى التي حصلت لهم في حياتهم وستحصل لهم في حياتهم هو ذاك الاعتقال. وكما الله يرحم الشيخ كشف كان يقول إنهم يربون موسى في منزل فرعون يوم ورا يوم. نتأسى الله سبحانه وتعالى يفرج عنهم. أنا أقول للمتابعين الكرام، ادعوا لهم في صلوات، وادعوا الله سبحانه وتعالى أن يلطف بقلوب أبائهم وأمهاتهم. يحزننا هذا الأمر، والله يحزننا، ويعني الواحد يتمنى أنه يعرف أن هؤلاء عادوا إلى أسرهم، عادوا إلى أهليهم، عادوا إلى أحبابهم، عادوا إلى أصدقائهم، عادوا إلى أخوانهم. لكن ادعوا الله سبحانه وتعالى أن يحول هذه المحنة إلى منحة، وهي كذلك. وكل أمل بأننا إن شاء الله سنراهم قريبا في القريب العاجل، وهم أحرار بإذن الله سبحانه وتعالى. والظلم عاقبته وخيمة، والله الظلم عاقبته وخيمة. وإني لا أعلم امرأة في جدة لها دعوة مستجابة، والله إنها تدعو عليكم، والله إنها تدعو عليكم، فاحذروا. طيب السؤال الآخر، سؤال آخر. عمر، لو كنت حاكم إيش أول شيء تسوي؟ أقدم استقالة وخلي الشعب يختار من يحكمه. لست أنا من الشعب، هو الذي يختار من يحكم، بس لأني لست أهلا لهذه الأمانة في هذه الأيام. يعني نبابة أعطاني الدولة ولا فلان أعطاني الدولة، لست أهلا لذلك. الشعب يتولى أموره ويتولى ويختار، وفي النهاية هو يدفع ثمن خياراته وقراراته. إيش رأيك في القوة حتمشي الشرق؟ سرت تقريبا سرت والجفرة محررتان بمشيئة الله سبحانه وتعالى، مسألة وقت. حكومة الوفاق ستدخل سلما أو عدوانا، لا أقول عدوانا وإنما اضطرانا. المغزى من تسريبات القذافي، محاولات اليوم انه ضغط مثلا على مفاوضين او ضغط على كذا. يعني من الاخر، ايش الجديد؟ فانك تعرف ان حمد بن جاسم او حمد بن خليفة ما يطيقون السعودية، معليش من الاخر، يعني حكام السعودية انت ما تدري ان حمد بن جاسم او حمد بن خليفة ما يطيقون، والله ما يطيقونكم. انت مسوي على انقلاب 4-3 مرات، يعني تبغى يقول الله يا حبي لك يا سعودية، والرجال يكن لك ما تكن له. من الاخر، ما في شيء جديد. يعني ايش السر العجيب في انك تسمع مقطع انه حمد بن خليفة يكرهك، ولا حمد بن جاسم ما هو لا يطيقك ولا انت تطيقه، يعني من الاخر. وعارفين مش اليوم الموضوع، له عشرات السنين. ايش الجديد في القضية؟
صياح الجن زبيل من مصر تقصد السيسي؟ لا السيسي السيسي عاجز، ومصر دولة متفككة ووصلت إلى الحضيض، ليس فقط على المستوى السياسي والحريات وإنما حتى على مستوى الأخلاق. تابعت 4 مسلسلات، أنا دائما أقول لكم أنا أجري بعض الدراسات على الأعمال الدرامية وكذا وأقيم منها بعض الأمور. تابعت مسلسل في رمضان حق محمد رمضان، بس بالمناسبة ناس حشاشة، إدمان مخدرات، خيانات زوجية، وحدة حب واحد وهي متزوجة أخوه وتروح تخونه مع أخوه، واحد شمام حق كوكايين، واحد أخوانه يأخذون الورث بتاعه ويقتلون. هذا مسلسل محمد رمضان. مسلسل حق يسرى، الرجال متزوج، أخو يسرى في المسلسل متزوج، هو يخون زوجته وزوجته تخونه مع صاحبه، وأخوهم ولدهم الصغير يطلع في الصور وهو مفسخ في الانترنت، وأختها الثانية تحط مخدرات لولدها. إيش هذا؟ إيش الكلام ده؟ هذا المسلسلات المصرية. أنظف مسلسل مصري كان في رمضان حرامية، مسلسل ميت وش، ها حرامية، جابوا لهم حرامية بس بشياكة وكلام نظيف. إيش اسمها؟ نيلي كريم أعتقد، نيلي كريم، انه جايبينهم حراميه بس حراميه بكوميديا. انظف مسلسل مصري في الموضوع. ايش المسخره هذه؟ يصور لك انت تنظر طالع الشعب المصري رقاصات خمرجيه سكرجيه حراميه، تصوير، ها تصوير، يصور لك الشعب المصري بهذه الطريقه. المراه المصريه تخون زوجها، هذا اقل مراه مصريه تسويه خلال المسلسلات المصريه، وهكذا. فأنت طالع حتى انهيار الأخلاق اللي وصلت إليه مصر. إن شاء الله نتكلم في وقت من الأوقات في يوم من الأيام عن هذا الموضوع. طيب لا مش صحيح، لا 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 حاشاهم أهل مصر من هذا والله. هؤلاء لا يمثلون ولا 1% من الشعب المصري. أنت تتكلم عن شعب فيه 100 مليون. بالعكس، التدين والالتزام الأخلاقي والأدب والأخلاق وهذا والله إنها موجودة في الشعب المصري، لكن هذا ما يصوره لك الإعلام. ومسلسلات وتعال شيل السنقة والمطوة واضرب ومش عارف إيش ومهرجانات وإيش خطك بالمطوة وهذا مخدرات، كلام فارغ. من أين لك هذه الأموال؟ هنا يا عمر، هناك من الأشخاص من يقومون بدعمنا وتمويلنا. إيش السؤال الصعب اللي قاعد أجاوب فيه من سنتين يا رجل؟ أنا جاتني $5,000 من جمال خاشقجي رحمه الله، تكلمت بهذا في CNN يعني ما حد له كلمة، طلعت أمام الناس أتكلم وأقول للناس نعم نحن نتلقى أموال ودعم بفضل الله سبحانه وتعالى، ودعم سخي جدا من أشخاص كرماء جدا جزاهم الله خيرا. لم يقولوا لنا قل، لا تقول، اكتب، لا تكتب، سوي، لا تسوي، الله يجزاهم خير ويكتب أجورهم إن شاء الله. طيب إيش غيره؟ طيب كل أسبوع غير الشقة يا عمر، هذا الأخ اسمه قطر 2022. والله شوف حبيبي، يعني أنا أشكرك على الاقتراح، بس كل أسبوع غير الشقة يعني أوكي يعني خير إن شاء الله، ما وصلنا إحنا للمرحلة هذه من الثراء حتى هذه اللحظة يعني. طيب سؤال، هل الجبري من الداعمين؟ الله أعلم. نحفان بدأت تسوي رجيم مهم جدا عشان الكرشة بدأت تطلع يا جماعة الخير وكذا، لازم نرجع لكم من جديد بعضلات إن شاء الله بشكل أفضل. تفضل غيره، السؤال غيره، نريد لقاء مع محمد الربع، تواصلت معه إن شاء الله، انتظر إنه يرد بإذن الله. حط كاميرات مخفية يا عمر إن شاء الله. حياتك في خطر؟ لا إن شاء الله ليست في خطر بإذن الله سبحانه وتعالى، وإن كانت في خطر فأقول أمه لا تجزعي فالحافظ الله، إنا سلكنا طريقا قد خبرناه، لا تجزعي لفتى إن مات محتسبا، لا تجزعي لفتى إن مات محتسبا، فالموت في الله أسمى ما تمناه. طيب منو قال بجيب عبيد الاسمي؟ انا قلت بجيب عبيد الاسمي لكن ما رد علينا، يعني الان انشغل الرجل، يعني يوم جينا نطلعه الرجل انشغل. نريد نعمل لقاء مع عثمان، عثمان بيطلع بعد شويه على قناه ليبيا الاحرار ان شاء الله. تواصلت معها انا رمضان هذا وانشغلت، ان شاء الله الفتره القادمه نحاول نتواصل معها مره اخرى.
انتبه بالشارع احسن ما تجي سياره وتطيرك. لا لا يعني اعتقد انه عمليه الاغتيال انه لا سمح الله كان في اغتيال او خطر او شيء من هذا القبيل, الحكومه السعوديه ليس مصلحتها انه تسوي شيء ظاهر. يعني لو جاء احد ضربني في الشارع المتهم محمد بن سلمان, لو طحت من الدرجه المتهم محمد بن سلمان, لو صدمتني سياره محمد بن سلمان, لو جاء هوم للسكران وطعني في الشارع متهم محمد بن سلمان. فليسوا بالحماقة هذه انهم يتخذون عملية اغتيال واضحة مباشرة, وانما قد تكون العملية مثلا تسميم, ممكن تكون شيء في الهواء تستنشقه, ممكن هكذا يعني اشياء غير ظاهرة عشان لا يتهمون فيها. لا ما عندي تيك توك كفاية كذا, سناب وانستغرام وتويتر وبث ويوتيوب. ليفربول حقق الدوري مبروك. عمر سؤال وطنجي البريء يقول محاميك إسرائيلي؟ نعم أنا عندي محامي هو فلسطيني الأصل من عرب 48. بس إيش تفهم الوطنجي؟ حلو. وهذا المحامي يتقاضى ضد شركة إسرائيلية, الشركة الإسرائيلية اللي اخترقت جوالي, الأستاذ علاء محاجنة والأستاذ والدكتور مازن المصري. هؤلاء الإخوة من فلسطين. الأستاذ الدكتور مازن المصري يحمل الجنسية الكندية البريطانية على ما أعتقد وهو فلسطيني, والأستاذ علاء محاجنة هو فلسطيني يحمل الجنسية الإسرائيلية من عرب 48 يسمونهم. يقول لك محامي حق يا عمي عندي محامي إسرائيلي إيش تبغى من الآخر. هؤلاء في قضية وعندي محامين آخرين في قضية أخرى. يعني عندي المحامين اللي ماسكين القضية, أقول لكم والله خفت تقولون هذا وضع مشبوه, والمحامين الذين يتولون قضية ماكنزي وتويتر واحد منهم يهودي أمريكي واحد منهم إيراني أمريكي. جمعت الحبايب كلهم أنا حطيتهم في هذا. ماشي. رد على الرجال اللي يبيك تستضيف أحمد بن راشد إن شاء الله بإذن الله نستضيفه, استضفناه تشرفنا العام الماضي ونستضيفه إن شاء الله العام هذا. ما وين الباقي ما يتكلم؟ خل الباقي يتكلم, شجعهم على طرح المواضيع بإذن الله. الشباب شيئا فشيئا, أنتوا تشوفون الآن في وجوه شابة خرجت ما شاء الله على الساحة وبدت تتكلم وتتحدث, وكثير ما شاء الله شباب وبنات زي الورد, يعني الله يحفظهم ويطول في أعمارهم إن شاء الله ويهديهم, بدوا يتكلمون اليوم ويطلعون ويخرجون ويخاطبون الشعب. والله ما كيف, وين مبادئك؟ إيش دخل مبادئي؟ الأخ اللي يسأل إيش دخل مبادئي؟ يعني واحد محامي يهودي هو أصلا ديانة يهودي. وعلى فكرة المحامي والله العظيم ما تصدقون, المحامي اليهودي الذي يتقاضى هو أمريكي يهودي الذي يتقاضى عني في قضية ماكنزي, غلاف الجوال حقه علم فلسطين. تخيلوا علم فلسطين. سألته قلت له أنت يهودي هل تؤمن بحل الدولتين؟ قال لا دولتين ولا بطيخ, فلسطين دولة واحدة, اليهود يعيشون بسلام تحت حكم دولة فلسطينية. رجل صاحب مواقف. المحامي تبع القضية حقت الأخرى حقت ضد الشركة الإسرائيلية علاء محاجنة هو أصله فلسطيني, هو فلسطيني يحمل الجنسية الإسرائيلية من عرب 48. يعني تبغى يطلع من بلاده ويتركها عشان يأخذ الجنسية الإسرائيلية؟ والله إنه أشرف من أمير المؤمنين. جبهة معارضة جديدة ستخرج من تركيا. والله شوف أنا أعتقد أن تركيا حتى هذه اللحظة لم تستخدم دعم المعارضة بكل مش حتى بواحد في المية بقوتها. يعني إلى الآن جالسة تسخن مع السعودية, تجيب أخبار, تستضيف معارضين على TRT, تستضيف كذا وكذا وكذا. لكن أعتقد مستقبلا سيتغير هذا الأمر, لأن السعودية تدعم حزب العمال الكردستاني والآسف تدعم المتمردين الأكراد في مناطق الصراع مع تركيا حتى بالسلاح, وماسكة نفسها تركيا. فأعتقد أنه الفترة المقبلة ستكون في تصعيد أكبر. يوجد يهود ضد الصهاينة؟ نعم صحيح. ما هو الدافع من دعمك تهاجم بلدك؟ الله أعلم. اللي يدعموني ممكن يدعموني عشان شنبي عريض, ممكن يدعموني عشان حواجبي كثيفة, ممكن يدعموني لأنهم ما يحبون السعودية, ممكن الله أعلم. أنا ما لي شغل في نواياهم, أنا لي شغل في نيتي. أنا عندي مادة أقدمها, هدفي إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت في بلادي مشيئة الله سبحانه وتعالى. تدعمني أهلا وسهلا من دون شروط وقيود. الله أعلم بما في قلبك. إلا بجي أقول له تعال وريني اللي في قلبك. أنت أحلف قل والله 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 أنا بحب السعودية. تبغى نسوي زي السيسي يعني؟ ها؟ أنا علي ما هو
ظاهر الرجل يريد أن يقدم مساعدة، هذه الجهة تريد أن تقدم مساعدة، أهلا ومرحبا. النوايا مش بتاعتي، دي بتاعت ربنا. وش رأيك بقصيدة محمد بن الذيب في رثاء قاسم سليماني زي وجهه؟ للأسف وسقطة كبيرة جدا، وليست أول سقطة لابن الذيب، يعني للأسف ليست سقطة أول سقطة لابن الذيب. أنا ابن الذيب دافعت عنه حينما كان معتقلا في قطر، وطلبت أنه يطلق سراحه وكذا، لكن تراه ما دخل السجن في قطر لأمر عظيم، ولا لأنه كان مناضل سياسي. قال القصيدة فيها قذف وسب، قصيدة زي وجهه يعني، حتى القصيدة التي دخل فيها، ورغم ذلك قلنا أن هذا ظلم حتى لا يدخل السجن وكذا. نفترض أنه إذا كان فيها قذف أو شيء من هذا يجلد يطلعون، ولا يتعاملون معه بالنظام الموجود في البلد، ولا كان يترك البلد ويمشي. ورغم ذلك دافعنا عنه، لكن القصيدة اللي ألقاها في المرة الأولى وقصيدة سليمان الآن هي قصيدة زي وجهه، للأسف. لا، ما هو صاحب مبدأ. الشخص الذي يقذف الأعراض ليس بصاحب مبدأ ما لم يتب عن هذا. والشخص الذي يتكلم في رجل مجرم، مجرم مثل قاسم سليماني، قتل إخواننا في سوريا وشردهم ودمرهم وخرب بلادهم ونكل بها، هذا رجل للأسف نقول له لقد سقطت سقوطا مريعا. طيب ورينا جواز سفرك، ايش تبغى جواز سفري يا رجل؟ اتركنا من هذا. نشكركم، الله يحفظكم ان شاء الله. انا مضطر نترككم الان باذن الله، ونقول لكم الله يحفظكم ويسر امورنا اموركم ان شاء الله، وانتبهوا على نفسكم وحبوا بعض. والان روحوا على قناه ليبيا الاحرار، في قناه اسمها ليبيا الاحرار، تلقون واحد اسمه عثمان، نعمان بن عثمان، سووا لكم قهوه ولا شاي ولا عصير، حتلقون نعمان بن عثمان هناك، وادعوا لي، حتنبسطون جدا وتعرفون الوضع في ليبيا بشكل اكثر تفصيلا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك اللهم واتوب اليك. القاكم على خير، كونوا احرارا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.